مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من رفماق، رحلة مكملة للتسعة ونص يواصل فيها القيادة المايسترو الكابيتانو الجراح منصور بن سعيد البوغوس جولدن بوي رفماق مراد الزغيدي. أجمل التاسع اعترف أنه قطوس من أختات ناصر البدوي. أوفر العرب سندريلا وميمان عياري. الهانم السلطانة سونيا الدهماني. ونجم الحوار التونسي صوت الثورة تشي العرب يلشي لوغران فيدل كاسترو البرنامج زياد المكي. نلعبوا على كارت قيم، نلعبوا على دفتر ادخار عفوا قيمته 500 دينار من اهداء لاس تي بي بعد شويه، ولكن قبل هذا نمشيو مع صديقنا رامي في الرادار. العنف اللي صار مثل البارح في المجلس خلى العبيد الكل تراجع رواحها، سيغتو نواب الشعب اللي قادوا مع رواحهم خموا وخرجوا ندوا بالعنف. اما لا، العنف اللي صار مثل البارح خويا مش حلو. صحيح ولا سي ماهر مذيوب؟ ما حدث اليوم للزميل اسامه الصغير ليس عنفا، ما حدث للزميل اسامه الصغير ارهاب. بلا فما هوبا يا ودي، صلي على النبي، اش بيك يا ودي؟ لا قوم بلا يعطيك فيه. لا بالله الطخها بكاس في وجهه، ما اش بيك انت شخص يا راجل؟ يا راجل كيف نجمت في جمله بركه تدخل هذا؟ ما حدث للزميل اسامه صغير ارهاب وتزيد عليه هذا. بلا فما يا راجل، انت الوحيد في العالم اللي دخلت الزيت والماء اول مره تصير في التاريخ في جمله بركه تصير هكايا، تنديد بالعنف والعنف بيدو. برافو والله برافو. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. لا لا سيد النائب ركز معايا، راهو نبذ العنف والتنديد بالعارك والمشاكل مش هكاك يصير، مش مسيبه هي العنف خايب. اما بلع فمك. لا 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 لا، هاو كيف يصير؟ تعلم من عند لطفي العبدلي، شوف التسامح، شوف القيم، شوف الامل. اللهم صل على النبي. نعتذر لاي فنان اليوم، اي فنان تونسي اليوم تكلاشيت معاه، سواء انا غلط سواء هو غلط، اعتذار رسمي. فم فم ما نعتذر لهمش. اش فهم صار؟ شبيك يا ولدي؟ شبيك تقلبت يا ولدي؟ شنية الصنعة الجديدة في البلاد اللي يكون يحكي على التسامح والعنف خايب يدور هنا عنف بيدو؟ يا ولدي شنو توا يا ولدي؟ شبيكم مركز ومش حلو هكا؟ بلع فمك. اوكي سامحني هاني سكت. هيا خلينا من المشاكل وهيت نحكيو على وضعية البلاد ونشوفوا خبير ايجابي هكا يبدل لنا الجو. ما نعرفش انا، ما نعرفش كيف، ما شكون يا ربي يخرج في التلفزة يطلع لنا المورال. تراه جرب انت سي عبد الناصر العويني، تراه طلع لنا المورال. سيد مش يعمل حتى شيء، ما هو لن يفعل، ما هوش. نحن نعرفوا التونسي الكل يعرفوا اللي المشيش وغير المشيش والحكومة هذه والحكومة اللي بعدها ما عندهاش حلول، لأنه فعليا مثلا مش حلول. الله التفاؤل والأمل، الله الله الأخبار الحلوة. شي يعمل كيف، شي يعمل كيف. هو كنزلنا سايبين شوي يقولكم اليوم ما عندهاش حلول، وغدوة ما عندهاش حلول، وبعد 4 سنين ما عندهاش حلول. لا وما عندك حتى مزي عليه، تفضل واجه مستقبلك. أقول لك حاجة، أنا مش متفائل وبسيفة المشاكل برشا بالوضعية الاقتصادية على قدها وما فماش فلوس، هذا اللي خلى العباد الكل تمشي تشارك في برامج الربح. نعرفش أنا بار اكزامبل عندك برنامج كريم الغربي وسهلة راهو تحب تربح في البرامج هذوما. لا 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 لا، لازمك تكون لا مثقف لا تكون ذكي أبدا، لازمك تشد الانيماتور من اللي تدخل للحلقة للي تخرج وتفرح بيه. تفضل مبروك ربحت. مال البخ معناها فما أنتم قلتوا العروس والعروسة حلوك سي كريم يعطيك الصحة كله مزيان. البرنامج طويل من غير ما تفدوا، خليكم ديما عاملين جو مسالس نجم وتخلطوا، مازلنا جايين على خاطرك نحن. عايش خويا جايين على خاطرك، جايين على خاطرك. كريم راهو محفلها والناس راهي مهبلها، عد سنين بطال وتوا من الابطال، الاخرين نزلوا يجربوا وكيموا برامجوا وضربوا. جمعة جديدة نبداوها بالربح ونهار جديد نبداوها بالربح، نبداوها بربح الفيدونج. فيدونج وانت في دارك ولا في البيرو من غير حتى مصروف، هذا ممكن مع الخدمة الجديدة اللي تقدمها لكم زيوت شاليليكس بالفيدونج ادوميسيل. نعرف الكل الوضع الوبائي اللي قاعدين نعيشوا فيه واللي خلى كل واحد فينا ماذا بيه ينقص من لي ديبلاسمون، ماذا بيه ما يحتكش برشا مع الناس. اليوم كانك شريكة وعندك فلوت نتاع كراهة تنجم تعمل فيدونج في الباركينج، يولي عندك كاكاكا الهيستوريك نتاعك كامل نتاع لي زونتروتيان، وشاليليكس تعطيك امتيازات اخرى. كيفاش تتم العمليه؟ ساهل برشا، تطلب 36 133 3 اصفار، تكلم تعطي معلومات متعلقه بكرهبتك للكونسيلي باش يهز عليك التليفون، كيما نوع الكرهبه عمرها، تحدد الوقت اللي تحب عليه ويجيك خبير زيوت شاليليكس يعمل لك الفيدونج وين انت، وهذا الكل في كامل احترام للاجراءات الصحيه. واهم حاجه
منكم مع كل فيدونج تعملوه عندكم تعقيم كامل مجاني للسياره وان تشيك كومبلي وديزافونتاج اخرين تنجموا تشوفوهم على الباج فيسبوك شالي ليكس فيدونج ا دوميسيل. الخدمه هذه للبارتيكولي وزيد للشركات والربح ما يوفاش مع شالي ليكس خاطر من اليوم وحتى لاخر شهر تلقاو لعبه سهله ياسر على الباج فيسبوك شالي ليكس فيدونج ا دوميسيل. فما بوست تاجيو فيه العبد اللي عز عليكم باش تربحوا فيدونج ا دوميسيل ومعاه تنجموا تربحوا كادوات بقيمه كبيره نلقاو تلفزه 50 بوص انفانت بلوتوث سمارت فون اورديناتور بورتابل افيك امبريمونت وبرشا كادوات اخرى تستنى فيكم على الباج شيلي ليكس فيدونج ا دوميسيل. باش تاخذوا اكثر معلومات اليوم خدمات شيلي ليكس فيدونج ا دوميسيل متوفره في تونس الكبرى وقريبا تلقاوها في كامل تراب الجمهوريه. كلمونا على 31 380 ألف كون انت الرابح. موعدنا بعد دقائق تقريبا تربح فيدونج ا دوميسيل مع شالي ليكس. اي اف ام انفو ترافيك. مرحبا بكم على يافين في تونس. فما ضغط على جي بي 8 اللي جايين من رياض الاندلس في اتجاه الشرقيه نيفو حي نزهه. الحركه معطله على اكس 2 نيفو المنزه في اتجاه ميتويل فيل. فما بوتياج اللي جايين من العمران الاعلى نيفو حي التحرير في اتجاه باردو. فما ضغط نيفو حي التضامن اللي جايين من الانطلاقه. على جي بي 7 الحركه رزينه نيفو لينابس اللي جايين من منوبه في اتجاه باردو. على جي بي 5 فما تعطيل اللي جايين من خزندار في اتجاه باردو. على سي 37 الحركه معطله اللي جايين من حي الزهور في اتجاه باردو. فما اكتظاظ على الغوتيكس نيفو حي رومين او يتواصل حتى نوتردام في اتجاه المدار. الحركه رزينه برشا في شارع 9 افريل من جهتي نيفو القصبه. فما تعطيل في شارع محمد الخامس للي جايين من بلاس باستور في اتجاه الباساج. الحركه معطله في شارع خير الدين باشا في اتجاه شارع محمد الخامس. فما ضغط في مون بليزير نيفو سفاره مصر. فما تعطيل على سورتي ويست في اتجاه رون بوان بن دحه نيفو سيدي حسين. فما ضغط كبير في دخل تونس الجنوبيه على لوتوروت ا ان للي جايين من حي نور في اتجاه الكباريه. على الاير 33 الحركه معطله برشا في اتجاه قنطره ترادس. فما اكتظاظ الطريق الوطني عدد واحد نيفو مجرين الرياض في اتجاه جبل جلود. فما تعطيل نيفو رون بوان بير القصعه وفي المروز زاد الحركه رزينه نيفو الباركور دو سونتي. تبقى الحركه عاديه في بقيه الولايات. نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما فوت خافيك. واللي عنده اي معلومه تهم الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه. سيسوا روحكم في الكياس وطريق سلامه للناس الكل. مواصلين معكم رحلتنا في الرفماق. نعود بعد الفاصل. مرحبا بكم، معكم ليلي. نجيكم كل صباح مع العشرة درجين من الاثنين للجمعة. تاخذ برشا تفائل، برشا أمل، برشا حب باش نعديو بيه النهار على أحلى راديو، راديو إيا فاهمة. قدم على عرس، شهي تبدل الكهرباء، تحب تجدد اثاث الدار، الكوجينه ولا الالكتروميناجي، عندك مصاريف جايه ما قيدلهاش حساب وما تعرفش كيفاش باش تعمل، البيات تحط على ذمتك قرض الاستهلاك المناسب اللي يمكنك باش تحقق رغباتك وامنياتك في اسرع وقت وبرشا تسهيلات. باش تاخذ فكره على امتيازات قروض المباشره، اتصل بالمرشد التجاري في اي فرع بيات والا بمركز العلاقات مع الحرفاء على 31 31 18 18. بيات ملتزمون معكم. كسبتك الذكرت اللي عندك عزيزك تسهل عليه. تعبت يا بابا عزيزي، الدنيا غليت وما عادش خالت. جيل توا مشكلتكم ما تعيشوا كان في الحاضر وعمركم ما تخموا في المستقبل. كيفاه بابا عزيزي؟ للادخار وما ادراك من الادخار، هكاك تعيش مرتاح واللي تخبيه اليوم غدوه تلقاه. اي كيفاش نعمل؟ هاوكا البنك عامله برنامج ادخار هايل. انا بنك بابا عزيزي. الاس تي بي وهي فما غيرها. مع اس تي بي اللي تخبيه اليوم غدوه تلقاه. تحب تعمل فيدانج في دارك ولا في بيروك؟ جديد شيل تقدم لك الخدمه هذه وتجيك وين انت. شيلي ليكس فيدانج ا دوميسيل، تحط على ذمتك مختص باش تعمل فيدانج وتشيك كومبلي ومعاهم تعقيم مجاني لسيارتك. يكفي انك تتصل بالرقم 36 133 ألف ولا تريزيرفي على الباج فيسبوك شيلي ليكس فيدانج ا دوميسيل. شيلي ليكس منصوح به من قبل اغلب مصنعي السيارات في العالم. جبن غابي قيصر جديد هو جبن قيصر الأصلي بجودة وخبرة سنين. كيما عرفتوه وحبيتوه غابي قيصر أميكس 100% إيمونتالي غودا من المر رابينيهم باش يعطيونا بنة لو فغي فروماج. غابي قيصر يذوب في كل بلا، في لازانيا ولا طاجين ولا فوق مقرونة. غابي قيصر بالرسمي جبن. اكتشفوا زيدا جديد القيصر فروماج غودان كوب بنين ومقصوص حاضر بيش. قيصر بنة تعيش معنا. اللي يوعد يوفي. في ام جي رخصنا في 1000 منتوج وعلى خاطركم رديناهم 1200 من قضية كل يوم.
اللي تلقاهم عنا على طول العام بأرخص الأسوان من غير ما تلوش. كان تلقى مخير احنا نرجعوا لك الفرق مش مرة ومش اثنين اما ثلاثة مرات. ام جي عص حاجة عندك كل يوم فعل مش كلام. تتمنى باش تملك دار؟ ماذا بيك تكبر دارك ولا تجددها؟ البيات تعاونك باش تحقق مشاريعك ومنياتك وتحط على ذمتك قرض السكن اللي مكنك باش تشري تبني تكبر ولا تجدد دارك في أحسن الظروف وبرشة تسهيلات. باش تاخذ فكرة على امتيازات قروضنا السكنية اتصل بالمرشد التجاري في أي فرع من فروع البيات ولا بمركز العلاقات مع الحرفاء على 31 31 18 18. بيات ملتزمون معكم. Venez célébrer avec nous la Volksfest et laissez-vous séduire par nos Volkswagen. Des remises exceptionnelles et des packs d'accessoires offerts rien que pour vous. Le tout à partir de 29 dinars par jour en partenariat avec ATL Leasing. Rendez-vous chez NAC Automobile et son réseau d'agences ou appelez le 70 135 000. Volkswagen. Raf Mag, le برنامج الصباحي رقم واحد في تونس. 8:24 دقيقة مواصلين معاكم رحلتنا في الرفماك البوكس نيوز توت سويت مع السندريلا. يلا بوكس نيوز. مرحبا. البارح مسيرة ضخمة لمواطني في قطاع الصحة في اتجاه القصبة للمطالبة بتحسين ظروفهم وتوقفت كافة الخدمات الصحية في جميع المؤسسات الاستشفائية باستثناء الحالات الاستعجالية والأكاديمية. البارح 3 على خلفية كما قلت لكم يوم غضب وطني دعت فيه هيكل النقابية لمهني القطاع الصحي احتجاجا على حادث وفاة الطبيب المقيم بدر الدين علوي جراء سقوطه في المصعد المعطب بالمستشفى الجهوي في جندوبة. قاعدين نشوفوا في ثور البارح تعليق كانت من نوعية هذية. كانوا رافضين الاحتجاج وقالوا كانوا هما يخدموا في قطاع الصحة وقالوا احتفهم يخلص 1,200,000 وخارجين يطالبوا بتحسين وضعيتهم. الزوالي اش يعمل البطال اش يعمل؟ وفما اللي قال شكون قعد في المستشفيات للعناية بالمرضى؟ راهو الطبيب خدمته إنسانية قبل كل شيء ما يجيش تعملوا إضراب وفما ناس مرضى. تعليق أخرى كانت مع الطب فما اللي قال يقراو من بعد يراو ظروف صعيبة ما نجموش يكملوا يخدموا بالظروف هذية. ونوفى بالتعليق هذا أول حاجة لازم تصلحها الدولة هو القطاع الصحي على خاطر غادي تعيش فيه ناس وتنجم تموت فيه ناس. احتجاجات السياء مفهوم من الطب من الناس العاملة في القطاع الصحي, ولكن في المقابل زاد المواطن يستغيث برشا حالات البارح نتاع ناس ما نجموش يداويو. فما حالة حتى حكي عليها سمير الوافي هبط تدوين على مرأة تستغيث تطلب باش في مسير باش يجي وبوها باش يموت. لولا سمير هب التدوينة فتدخل والي المستير طلب من سمير الوافي الرقم كذا منعوا البو. ولكن شوف قداش فما من حالة أخرى البارح يمكن ما منعتش في وسط هذا الكل. مفهوم اليوم القطاع الصحي ينتفض بالطريقة ذي وقضاء عنده قداش ريقة أو ثلاثة جماعات كيف ما فماش قا. شو الحل سونيا؟ ناس أوكي مطالبها قد تكون مشروعة ولكن هذا شنو وقتش نجموا نوقفوه وغلطة شكون؟ هو الحقيقة مش ما نشكوش في مشروعية المطالب. المطالب مشروعة, لكن المشكلة أني الحكومات المتعاقبة ناس هذي تستغيث منذ سنوات. الأطباء واللي صاير فيهم منذ سنوات وهما يندوا بالوضعية السيئة اللي مش سيئة أكثر الكارثية لقطاع الصحة. هذوما أطباء ما يلقاوش جواندويت يخدموا بيهم, ما يلقاوش تجهيزات, ما يلقاوش أدوية, ما يلقاوش دي برودوي أنستيزيان. يعني سنوات وإحنا نسمع في نفس الشيء ولا من مجيب. حكومات تعاقبت, شوف أنت قديش من حكومة منذ 10 سنوات ولا حكومة انكبت على وجود حلول جذرية لقطاع الصحة. وقطاع الصحة يتداوى الاعتداءات. المرة الأخرى حكينا قلنا كيفاش معناها يقع الاعتداء على الأطباء في وسط السبيطارات, علاش ما نعلموش أمن مستشفيات باش الطبيب وإلا الفرملي ولا أي واحد يخدم في سبيطار ما يكونش عرضة في أي وقت أنهم يهجموا عليه, أنه يأكل تريحة, أنه يتضرب. يعني وقت اللي تقف ظهر البيم وفي وخر وخر وفي شنو تحبهم يعملوا؟ صحيح أنه طوى في ظل أزمة الكورونا صحيح أني الوضعية, لكن من حقهم زادة في وقت من الأوقات وقت يوصل طفل صغير يترزي في شبابه
بالطريقة هذيك الحقيقة معناها يوصل لغة البول تاع اللي تظلم ما عادش تراه حتى شيء بلكشي الاحتجاج هذايا اللي وقف تقريبا المستشفيات ربما سيؤدي إلى نتيجة وغدوة تبدأ ظروف المستشفيات أحسن وتبدأ ظروف العمل متاع الأطباء والإطار الطبي أحسن. من سوء حظ البلاد هذه أنه الناس ما تنجم تاخذ مطالب متاعها لما تخرج للشارع، أنك حتى وقت يصير المشاكل وتندد وتحكي وتتكلى وتاكل العصا وتتكسر التجهيزات وما يلقاش إمكانيات باش يخدم ما يغزر له حتى حد وما يسمع حتى حد، لكن مالوريزمون وقت اللي يشوفوا الحالات والناس ما تنجمش المسكين مساكن كان المرضى مساكن كان المريض اللي يبدا عنده سيكل نتاع دواء مربوط بديلي ولا مربوط بنهار يلزمه يعمل فيه هذاك الكور هو بيدو ما يلقاش شكون يعمله هذاك اللي يترزى في عمره ويترزى في صحته، لكن المشكل في الفراغ نتاع البلاد يا رفيق، المشكل في كل المجالات الا ما تخرج للشارع وتضرب وتقول انا مش راضي باش تغزر لك الحكومه وتعاود باش تنتبه. السيستم هو اللي يتفهم للشيء هذا مراد، انه اليوم ما تخوش حقك ولا ما يسمعوكش العباد الا ما تنتفض وتخرج للشارع وتوقف قطاع كامل، وما حتى كان يموتوا عباد ولا حتى في القضاء كان الناس مثلا مصالحها تتوقف وتنجم تتعدى العباد انه يحب يسوفي جوستيس وحده معناها وقتها باش تحرك الدوله. مع التوضيح انه اضراب او يوم الغضب نتاع الطب يختلف عن اضراب القضاة. اضراب القضاة اليوم تجاوز المقبول والمعقول وهو سابقة عالمية فضيحة. بكل صراحة فضيحة. يظهر لي احنا الكل الحاضرين هوني على البلاتو هذي والناس يسمع فينا في كرهبة تقبل موجودة في العالم مجمع نهار غضب من عند القضاة تتسكر محكمة معاك نهارين يا سيدي نمشي معاك لبعيد. الفريملة والطب رفيق الدولة والبلاد وإحنا نستحملوا نهار غضب منهم لأنه مشروع في حقه تأثروا برشا بالكارثة متاع جندوبة ولدهم هذاك ولدهم وهذاك ولدهم مشى وهو يخدم ماهوش عامل أكسيدون هو خارج من السبيطار ومروح لا على مكان العمل وأنا نفهم تأثرهم بكل صراحة أكيد فما أضرار جانبية لبعض العباد هذيك هي سنة الحركات الاحتجاجية. ميزانية وزارة الصحة من أهم الميزانيات في البلاد نحكيه على تقريبا أقل شوية من 3000 مليار يلزمها اليوم توجه نحو تحسين القطاع. صارت عام ونص التالي لزاسيز ناسيونال دو لا سونتي خرجت ببعض المقترحات علاش لم يتم تفعيلها مع العلم أن هذا الملف معقد أمانة متضامن وبربي مداوش نحكيه على الشاري. بالنسبة لي إذا كان فما قطاع ما نحكيوش فيه على الشاري دابور ماهيش أقل 1,200,000 للأسف ليهم أقل من هك هو قطاع الصحة. ديما يا ناس حطوا في بالكم راهو الطبه والفريمله راهو ما يجيه الا العبد اللي عنده الموت قدام. الناس اللي تفاعل معنا شبيكم تحاميو على الطبه وضد القضاه نحكيو على يوم غضب ونحكيو على اضراب مفتوح مش عارف وقتاش باش يشوفه معنا كما قال مراد يمكن سابقه في العالم ما نعرفش الحقيقه سابقه في العالم عمري ما سمعت على مسؤوليتك انت ولكن ما نجمش نوصلوا هكا يا سيدي والبدايه ما تنجمش تكون في اضراب مفتوح. شو معنى اي قطاع يدخل في اضراب مفتوح باش يقولوا شبي ولدي واليوم كانهم قادوا دوميور خاطر الدولة لم تستجيب وهم باش يحسوا كانهم هما رخوا تعطي قدر الضعف كذا انهم باش يرجعوا. الدولة ما تنجمش تستجيب في نهار ونهارين ما صار في حتى بلاد. في وسط هذا الكل راهو نحكيو على قداش 14 يوم توا معناها عندنا مثلا اكثر شوية ما نعرفش مواصلين معناها داخلين في الجمعة الثالثة وغيره والناس بلاش قضاء والملفات لا ينظر فيها والله وقت البارح معناها جات لهنا امرأة تحكي على الحالة نتاعها مستعجلة ملوحة هي وولدها في الشارع في مشكلة نتاع طلاق وراجلها القوة معنا بتبوريب خرجها من الدار وغيره كذا ملوحين في الشارع شنو تنجم تعمل لما راه هذه والقضاة مازالوا لا استعجالي لا مش استعجالي لا غيره قالت لي انا ولادي بيتين في الشارع عنا تقريبا 10 ايام الناس هذوما من حقهم زاد راهو باش تنظروا لهم في ملفاتهم مع انه فما برشا مطالب مشروعه ولكن ما نجموش نقعدوا حالين نعرفوا مطالب مشروعه وتكلمنا عليهم في اكثر من مناسبه معنا القضاة اكثر ربما الناس محقين انك تنظر في وضعياتهم الماديه هذا قلنا لكن اضراب مفتوح غير مقبول. الاخبار مع سالم هلال وبعد اخبار الكره مع محمد الهادي بخوش ولكن قبل هذا كانت خموا باش تشريوا ارض ولا دار والا ناويين تبنيوا الاستبي تحط على ذمتكم برنامج الادخار السكني بيتي برنامج بيتي هذا مكانكم باش تدخروا على راحتكم وحسب الامكانيات نتاعكم مع ادخار بيتي تنجموا تاخذوا قرض بفوائد تفاضليه ويوصل قيمته حتى
ثلاثة مرات مبلغ الادخار مع الاس تي بي اللي تخبيه اليوم غدوة تلقاه. نلعب بعد شوية على دفتر الادخار قيمته 500 دينار من إهداء الاس تي بي. الأخبار راجعين. إفم إكسبرس. مرحبا. مجلس النواب يقر 21 فصل من مشروع قانون المالية 2021 واليوم يستقبل النظر في المقترحات الخاصة ببقية الفصول. رئيس الحكومة يزور فرنسا وإيطاليا منتصف الشهر هذا ويأكد أهمية إعطاء الدفع اللازم للمشاريع والاستثمارات الفرنسية والإيطالية الكبيرة في تونس. المرصد الوطني لسلامة المرور يسجل ارتفاع وصفه بالمفزع في عدد حوادث المرور ويدعو لتحركات عاجلة لمعالجة الوضع المروري في البلاد. التلقيح ضد فيروس كورونا باش يكون اختياري ومجاني في تونس. تقرير أمريكي يكشف على وفاة 6 أشخاص وقت تجارب لقاح فيروس كورونا اللي طورته شركة فايزر. ومحكمة في نيويورك تلزم السلطات الأمريكية بتقديم ما عندها من تسجيلات على اغتيال الصحفي السعودي جمال خشقجي. موعدنا يتجدد في أخبار التسعة، مكملين بعد شوية مع الراف ماك. إيفام سبور مع محمد هادي بخوش. صباح النور الناس الكل، مرحبا بكم في إيفان سبور. يتلعبوا اليوم الساعتين مباراة الجولة الثانية من دورة البراج لتحديد شكون باش يعوض هلال الشابة في الرابطة المحترفة الأولى انطلاقا من الساعتين في استاد الكرم الشبيبة القيروانية قوافل قفصة في ملعب كارتاج أولمبيك سيدي بوزيد يواجه نادي حمام لمفا. نذكروا اللي قوافل قفصة في المرتبة الأولى عندها 3 نقاط، الشبيبة وحمام لمفا الثانيين بنقطة واحدة وأولمبيك سيدي بوزيد في المرتبة الأخيرة بصفر من نقاط. لقات الكتابة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم شكاية من متوسط ميدان النجم الساحلي محمد أمين بن عمر يطالب فيها النجم الساحلي بتمكينه من مستحقاته المالية. القضية اللي يرفعها بن عمر مش تقتصر على المطالبة بمستحقاته المالية دون المطالبة بفسخ العقد. إدارة نادي الصفاقس قدمت بشكوى للفيفا ضد المدرب فوزي البنزرتي بسبب رحيله البنزرتي للوداد والمطالبة بعدم تفعيل العقد اللي يربطه بالفريق المغربي إضافة إلى غرامة الفسخ من جانب واحد. من المنتظر أن يشرع النادي الإفريقي في القيام بعملية تحويل البنك الخاص بالمنتدبين اللي تحصلوا أو اللي شكاوا بالأحكام من هيكل التقاضي الدولية، والانتهاء من القيام بالتحويلات البنكية باش يقوم بها النادي الإفريقي في الساعات القادمة بمراسلة الفيفا اللي يبلغ بخلاص الديون وبالتالي رفع المنع من الانتداب. البارحة لعبت الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة من دوري مجموعات تشامبيونز ليغا الأوروبية، بوروسيا دورتموند فاز على زينيت سان بيترسبورغ 2-1، مباراة عرفت دخول اللاعب يوسوفا موكوكو ودخل في التاريخ كأصغر لاعب يشارك في تشامبيونز ليغا الأوروبية ب 16 عام و 18 يوم. لازيو تعادل مع كلوب روج 2-2، كرازنودار تعادل مع تشيلسي 1-1، سيفي ربحت رين 3-1. مباراة جمعت اليوفي بالبرسا ومواجهة جديدة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفات فوز البرسا 3-0. اليوفي اللي البطولات نتاعهم سجلهم كريستيانو رونالدو من دوبلي في من ضربة جزاء. ريد بول لايبزيغ فاز على مانشستر يونايتد 3-2، مباراة بشك شهير التركي والبي اس جي توقفت في الدقيقة 16 بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع لمساعد مدرب التركي الكامروني بيير ويبول، حاجة اللي خلت الفريق التركي يخرج من بارك دي برانس وضمنوا معهم لعبية البي اس جي وبدورهم غادروا الميدان. الاتحاد الأوروبي قرر أنه يستكمل المباراة اليوم في الدقيقة ما ابتداء من الدقيقة 18 من المباراة بطاقم تحكيم جديد وباش يقع فتح تحقيق في اللي صار البارح. نعطيكم الفرق اللي ترشحوا البارح لدورة ثمن النهائي: البارسا، اليوفي، البي اس جي، ريد بول لايبزيغ، دورتموند، لاتسيو، اف سي سيفي وتشيلسي.
اليوم تتلعب الدفعة الثانية مواجهة نارية في المجموعة الثانية، بما أنه الفرق الكل معنية للترشح. نحكيه على ريال، بروسيا مونشنغلادباخ، إنتر وشختار. ريال مدريد يواجه بروسيا مونشنغلادباخ، وإنتر تلعب أمام شختار. أجاكس يواجه أتلانتا، بايرن ميشن يواجه لوكوموتيف موسكو، مانشستر سيتي يلعب أمام أولمبيك مارسيليا، أولمبياكوس بورتو، ريد بول سالزبورغ يواجه أتلتيكو مدريد. كانت هذه اي اف ام سبور، اكثر التفاصيل على السيت efm.tn. موعدنا جاي ساعتين وتو مصلين. ما عرف معك اي اف ام اليوم 9:30 تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار. موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم، مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707، واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبونال، مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم 9:30 تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في 48 دقيقة. البوكس نيوز مكمل مع السندريلا. يلا والله باش نحكي لكم على كرهبة النائب عن حركة النهضة وسيمة الصغير، اللي حسب ما يقول هو تعرض للاعتداء في مدخل باب مجلس نواب الشعب من قبل عدد من النشطاء في جمعية النساء الديمقراطيات خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية اللي تسبب في تهشيم جزء من سيارته وفق التصريح لي. وأكد أنه ما هوش بشي يتنازل عن حقه جزائيا، وقال أنه تم الاعتداء على 3 أمنيين من قبل نفس النشطاء. في المقابل رئيس جمعية النساء الديمقراطيات في تصريح ليه لهفني كمراد الله يهديه دخل مراد مسيرش ماني نسبب عليه في تصريح المزيك، قالت أنه نائب عن كتلة حركة النهضة وسيمة صغير استثمر حادثة سيارته سياسيا في الجلسة العامة، وقالت أنه العديد من سيارات النواب توقفت لدقائق بسبب احتجاجات النساء الديمقراطيات قدام مقر البرلمان قبل ما يخليهم يتعدوا، إلا أن النائب وسيمة صغير واصل تقدمه بسيارته في حركة استفزازية على حد قولها، مما أنجر عنه سقوط ناشطات نسويات على الأرض. التعليق كانت متفاوتة بين أغلبهم لحقيقة
الحقيقة كانوا ضد اللي صاير هذا كله، قالوا مانيش مصدق شنية هالفوضى اللي وصلنا بها، واللي قال واحد يتحي واحد يزكي ملا لعب ذري. ولا تعليق آخر يقول مهزلة بأتم معنى الكلمة، نسيبوا كل شيء ونتلهيوا في الضرب والمضروب والكره بالمكسرة. ونوفى بتعليق هذا لازم نعملوا سيت كوم ولا مسرحية عنوانها مهازل المجلس. هاي مراد انت رافت هجين انت انا في المجلس. لا لا خذيت انا البارح خذيت المعلومات من عند يسرى فراوس وسامة نعرفه مليح. معناها البارح شوف هو شنو اللي صار، هو مشيت مجموعة محترمة من اعضاء جمعيتنا السيد ديمقراط مناضلين نقين فما فيهم برشا اولاد للتنديد بالخطاب نتاع العفاس، دخلوا للبلاصة اللي يخرجوا منها الكراهب نتاع النواب. صحيح انه النواب نسبة كبيرة منهم خرجوا، اللي يخرج يعطي من الكهرباء يقف يحير أنا معاكم. أسامة ما هوش يرى ولا ضد النساء ديمقراطيات لحد شيء، جيتوا نوع من البانيك ما عرفش كيفاش يتصرف وقت شق الكهرباء متاعو على الفيرسيون اللي عندي. معناها تخل بعضه شوية في عوض يقف وهو ما يخليه يتعدى ولا يرالونتي شوية، خاف كيما نقولوا احنا لا فولو فورسي لو باساج فورسي جونتيمون. راهو معناها فريمون انا من النواب اللي نحترمهم برشا، هذا الموندا الثاني نتاعو انسان، ولكن دخل بعضه وضرب مش حاجه كبيره ضرب. هذا هو قالوا انا فيرسيون تاع بيت خرين، هذا هو قاله لك معناها اللي شنو انه معناها الى بانيكي حسب الشهود الحاضرين. لا هما جمعيه السياسه الديمقراطيه مشاو الابعد من هكا، اتهموا يبدو لي وكذا. وهو اش قال؟ لا هو قال وانهم هجموا عليه وهو وضربوا له البلاره نتاعو. الحاجه الوحيده يبدو لي اليوم وانه فما زوز اولاد بيتين في المركز من البارح، يبدو لي الحدث اللي صار ما يستاهلش هذا الكل. اسامه معناها انسان عاقل وصغير حتى في العمر من نواب الصغار ينجم يتفهم وماهوش ضرر كبير ياسر، بقى تكسر باربريز نهضة عندها الامكانيات باش تعوض الباربريز نتاعو، انا هذا متاكد منه. تطيعوا القضية النهضة كان صارت لكم على يوسف الشاهد راكم رجعتوه مناظر ويمين تيش عملتوا العام وداير باش تفتحوا النواب. قلت لك خيرة النواب يا رفيقتي خليني انا نغلل على شكون عزيزي قل لي ليه كان جاي يوسف الشاهد ولا تحية تونس ولا تحية تونس عندي علاقة تحية تونس هو تميع القضية تميع القضية شنو تحب نقول؟ نقول حاجة كانت جات اليوم على نايبة من باتاتي باتاتارا قلت ريتو العنف اليوم بلارة غدوة وجهها باش يتفشخ والبلارة هذيك كانت باش تجي في عينها وما عادش باش تراه ودراما وكذا وداير هذاك على الشعب بيكرهكم وسميكم علم العام شكون صفة عامة بلاش عيط هو في جانب منه مش كان ثم امرأة مثلا تسوق البارح ولا وكذا راهو كان فما خطر انه البلارة تجي واحدة من شنو في عينها وكذا باللي يدير راهو مش بالحجر باللي يدير باللي يدير نزلوا عليه عنتر بن شداد في البارح كسر باربريز بيدو الباربريز كسر من اللوطه راه مش من فوق مش اختيار مش تهشم عندك في الباربريز انتو عموما مراد خلينا نسكر الموضوع عموما عنف كان في وسط المجلس تعدى شويه للشارع فما تنسيون فما تنسيون اليوم في البلاد فما الحقوقيين والمدافعين على حقوق النساء اليوم يحسوا وانه نساء مستهدفات وانا نحييهم جمعيه نساء ديمقراطيات انه مشاو للمجلس لانه دورهم وقت اللي انت عندك معناها تقريبا نسبه كبيره من النواب حتى حد ما استنكر او نسبه قليله استنكرت نحكي من جماعه النهضه زاده انت حليت لي باب على باب نستغل الفرصه تقول زاده النهضه جاء وقت باش تراجعوا التحالفات نتاعكم هل انه اليوم بعد اللي عملتوه الكل 10 سنوات ودخلتوا في المشهد السياسي كحزب معناها يمن بالديمقراطيه يمن بحريه التعبير يمن بمكاسب المراه انه تقعدوا متحالفين اليوم مع الكتل المتطرفه مثل كتله ايتيف كرم حان الاوان لمراجعه حسب رايي التموقع الانتخابي نتاع النهضه حسب رايك وي تعليق برنسه ناخذ ولدي فما مظاهره للنساء الديمقراطيات واللي تحب تسمي فما تشنج نقف مش خاطر انا عذو في مسن نقف يا سي اسامه صغير نقف شويه والله لحظه ما نبنيوش على فيرسيون فما دو فيرسيون فما انه هو الى بانيكي كما قال مراد الفيرسيون الات على مشيت للجانب الاقصى انه حب يدهس انا ما جابش تخيل هذا دونك اختار انا شنو اللي قلت لهذا الفيرسيون الثاني انه الى بانيكي والثالث انه هو وقف وما ضربوا له على كرهه اللي تقول فيهم الكل انا ما قلتهمش فوالا يا ودي خاتاني انا قلت لك اذا فما مشكل نقف ما لا فما اكسيدون ديال نقف احتراما
ناخف بعداش نعرف شنو المشكل واذا لزم باش نطلب السماح نطلب السماح. وما تبربي ما تعملوا الناس دخلونا زنزانه في مخاخنا بالله الكهرباء تضرب وتجرح بالله الكهرباء ما يتكسرش يا خويا ما يتكسرش لا تيح على عين لا على راس هذا علم جديد بالله ما يتكسرش اللي احنا نقولوا باش تعمل اضراب ما هو المفروض انت زاد تخلي اكسيه الناس تدخل وتخرج انت اليوم باش تهز لفتات تقول انا باش ندد وانا مانيش راضي اليوم زاد تخلي الاكسيه الناس تدخل وتخرج نظم روحك انت ديمقراطي انك المفروض زاد تخلي الناس تدخل وتخرج وتنظم روحك زاد في الاضراب نتاعك نتعداو اي والكورونا ما تدورش في الاحتجاجات والاضرابات تدور كان في القهاوي نسيناها اصلا اللي موجوده ما عاد فما كورونا هكا ولاو مجرد ارقام انا اللي قلقني راه كيما اللي تحكي فيه انت في علاقه بالاستنكار وغيره فما شكون من نواب البارح مثلا كيف حتى الحكايه هذه نتاع تكسير كهرباء اللي حادثه مانيش نوقفوا عليها الدنيا توظيف انتوما باش تتشكوا اليوم العنف اوكي معناها انت العنف اذا كان تمارس عليك نقيموا الدنيا ونقعدوهاش واذا كان تمارس على غيرك فنلقاو له تبرير خاطر عام 1936 درا شنو قال وسيد قطب عمل وسيد كذا عمل دونك انتوما اليوم مانيش تحكيوا على العنف حتى كان حلوا لك راسك ولا حلوا لك رهبتك لازمك تسكت اذا تقال البارح في المجلس مانيش نسمي المجلس النائب ولكن هذه سياسه المكيالين في التعاطي مع الامور نحيي برشا مثلا مصطفى بن احمد البارح تكلم وقال لا راه ما يجيش وراه غلط وراه كذا مع موقفنا من حركه النهضه ومع النائب بيدو من غيره وكذا تحس عبد تحترم رايه يا اخي منا ومنا انا وهو نائب محترم بكل صراحه نائب محترم انا ما نعرفوش الامانه ما نعرفش السيد معناه ما نذكرش حتى عنده تدخلات كبيره ولكن هو نائب لا يحق ان نبرو العنف هات نمشيو الاخبار اللي ترقت ولكن قبل هذا نتذكركم بقصه نجاح الحكايه عندها اكثر من 33 سنه من اللي بدات تعطي فينا في سر الحكايات في سر البنه وفينه الكوجينه ريحه الماكله البنينه باش نحكي لكم على تومات دو كارتاج اللي هي من منتوجات شركه الفلاح الموجوده في الوطن القبلي وتحديدا في تكلسه بدايات تونسيه وبخبره سنين في معمل فيه من افضل واحسن المعدات العالميه باش يودونا بطماطم دوبل كونسونتري كلها فريشكه من غير حتى اضافات من غير حتى كولوران ومن غير حتى كونسيرفاتور البرودوي اللي اختاروه الصنافه والشيف الكل في تونس لي برودوي كارتاج سون فاريي منتوجات متنوعه وكلها تتمتع بجوده عالميه يسهر على هذا فريق كامل من الخبراء ومن المختصين في مجال لاغرو اليمونتير في تونس وفي العالم كيما دوبل كونسونتري دو توماط كيما صوص توماتيلاي صوص توماتيلاي بازيليك صوص دو بيتزا الهريسه سلطه المشويه ونزيدكم زياده كارتاج تويتكم اليوم باحسن انواع المعجون ومن اعز وابن غله فريش كنحكيو على معجون الفريز المشمش السفرجل والكرموس طوماط دو كارتاج تربحكم بعد شويه 150 دينار كاش كلمونا على 31 380 الف مع طوماط دو كارتاج الماكله ديت والبنا حكرات اخبار الطرقات معي ناس تو سويت اي اف ام انفو ترافيك مرحبا بكم من جديد على يافين في تونس الحركه مازال ترزينا على جي بي 8 نيفو الحي نيفو حي نزهه في اتجاه الشرقيه على جي بي 10 فما ضغط للي جايين من سكره في اتجاه ارينا فما تعطيل في شارع يسرى عرفات للي جايين من المطار نيفو تيرمينال 2 على اكس 2 فما اكتظاظ نيفو حي الخضراء للي جايين من ميتويل فيل الحركه معطله للي جايين رياض الاندلس نيفو سبيطار محمود الماتري فما ضغط كبير في داخل تونس الجنوبيه من لوتوروت 1 من حي النور للكباريه فما تعطيل في شارع 9 افغيل للي جايين من باب سويقه للقصبه عجب سيد فما تعطيل للي جايين من منوبه في اتجاه باردو عجب سانك الحركه رزينه للي جايين من الدندين في اتجاه خزندار فما اكتظاظ على سورتي ويست نيفو سيدي حسين في اتجاه رون بوان بن دحا على ار 23 فما ضغط صغير للي جايين من جاردان كارتاج في اتجاه حلق الويد في سوسه فما ضغط على طريق الحزاميه للي جايين من سهلول في اتجاه الغزالي في صفيقس الحركه رزينه برشا للي جايين من سيدي عباس في اتجاه الرباط سينو الحركه تبقى عاديه في بقيه الولايات نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما فوت خفيك واللي عنده اي معلومه تهم الكياس ينجم يكلمنا 58 550 711 انا نرجع لكم بعد نصيب ساعة اسيسوا روحكم في الكيس وطريق سلامة للناس الكل الربح مكمل كما قلت في الرف ماك نلعب على دفتر الدخار قيمته 500 دينار توت سويت وعلى ستيبي لو غران جو ايبارني ستيبي باش تشارك سجل على الباج فيسبوك ستيبي اربح 500 دينار كل يوم في الغف ماك وادخل في القرعة باش تربح 10 و20 مليون في اخر العام مع ستيبي اللي تخبيه اليوم غدوة تلقاه يلا معنا في التليفون ناديه لطفي ناديه صباح النور صباح النور شو احوالك يا ناديه الحمد لله صحه بخير شو احوال مريم فخر الدين نبيل عبيد الشله الكل لاباس الحمد لله الحمد لله شو احوالك يا ناديه صحه بخير اش تعمل في الدنيا
والله نخدم في سوسيتي بريفي. الله المستعان. باهي سي نادية، انت لقب العائله لطفي، شكون تختار الاسم نتاع ناديه باش يعطي هكا؟ دونك نفهم انه بوك كان يعشق برشا ناديه لطفي ولا بالزهر؟ والله نورمال مو يعشقها. نورمال مو. وامك في بالها؟ الوالده في بالها كانت؟ لا ما في باليش. ما في باليش. باهي فرصة باش نقولوا لها مالا. يلا نادية يعني. نلعبوا على دفتر ادخار قيمته 500 دينار من اهداء الاس تي بي. والسؤال يقول شنو اسم برنامج الادخار السكني نتاع الاس تي بي؟ برنامج الادخار السكني نتاع الاس تي بي شنو اسمه؟ برنامج الادخار السكني بيتش. انتم اللي تسمعوا فينا كان تخموا باش تشريوا ارض ولا دار ولا زاد ناويين تبنيوا، الاس تي بي تحط على ذمتكم برنامج ادخار سكني مكانكم باش تدخروا على راحتكم وحسب امكانياتكم. مع البرنامج هذا تنجموا تاخذوا قرض بفوائد تفاضليه ويوصل قيمه القرض حتى 3 مرات مبلغ الادخار. شعار مع الاس تي بي اللي تخبيه اليوم غدوه تلقاه، وبرنامج الادخار السكني اليوم تاع الاس تي بي اسمه بيتي. مبروك عليك ناديه لطفي. دفتر ادخار قيمته 500 دينار من اهداء الاس تي بي. نسلموا عليك برشا ناديه. كان عندك على شكون تحب تسلم؟ نحب نسلم على الفامي الكل، فامي عبيدي، فامي لطفي، على صحابي اللي نعرفهم الكل، على اللي يخدموا معايا اسمعوا فيا توا، وعليكم انتوما وعليكم الرسماق الكل. يفضلك صبر نسمع فيكم انا من مسيو. يفضلك تحياتنا للمسيو. نسلموا عليه برشا. لا بالك حمدي، بالك حمدي. نسلموا برشا على المسيو. نسلموا عليك برشا برشا ناديه لطفي، كانت معنا في التليفون وربحت معنا دفتر ادخار قيمته 500 دينار من اهداء الاس تي بي. لو غران جو ايبارني اس تي بي، باش تشارك سجل على الباج فيسبوك اس تي بي، اربح 500 دينار كل يوم في الغسماك، وادخل في القرعه باش تربح 10 و20 مليون في اخر العام مع اس تي بي اللي تخبيه اليوم غدوه تلقاه. من اجمل ما انجبت السينما المصريه والعربيه ناديه لطفي، ومن اكثر الناس اللي كي تشوفها كبرت تقول الزمن مخي ومفعول السن، قداش ما يرحم حتى حد، لانه ما اي الناس كل باش نكبروا غيره، ولكن فما معناها ايقونات نتاع جمال كيما ناديه لطفي كي تشوفها كي كبرت تقول له مهبول اللي يصدق الدنيا ولا واحد. ريت ناديه لطفي الحاج قد ما كبار قد ما يزيد يولي شباب. باركونتر انت الكبر منع. صحيح علاش قلت لك انا؟ انت منعت ملي طاح شعرك. اي مالي شنو اخويا؟ هذيك علاش شادي وقت اللي كبرت اختفيت، معناها ما حبتش الناس تشوفها كيفاش هي كبرت، خاطر كيما ناديه لطفي كي تراها كي تكبر تتصدم صاحبه النظارات السوداء. فما اللي اختاروا انهم يغيبوا بشكل ناس يقارب التصوير اللي عندهم. شفت راكيل في الفيسبوك؟ مش راكيل، كنت نوري في سونيا توا في شو اسمه هذا اليخاندرو. شوف كيفاش كان وكيفاش ولا، معناها مفعول الزمن. راكيل غادي من صدمه. شرا ديما صغار. نعود بعد الفاصل. حراير اليوم مش حراير البارح. حرة اليوم تقولك فيتفي، وحرة البارح تقولك سلة سلة. هو صحيح البنيديات وليديات متسمية على الميمة، أما التصنيف يقعد سرو حكارات. وحرة البارح واليوم بتومات كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنة. تومات دو كارتاج، الماكلة يديات والبنة حكارات. تحب تعمل فيدانج في دارك ولا في بيروك؟ جديد شيل تقدم لك الخدمه هذه وتجيك وين انت. شيل ليكس فيدانج ا دوميسيل، تحط على ذمتك مختص باش تعمل فيدانج وتشيك كومبلي، ومعاهم تعقيم مجاني لسيارتك. يكفي انك تتصل بالرقم 36 133 000 ولا تريزيرفي على الباج فيسبوك شيل ليكس فيدانج ا دوميسيل. شيل ليكس منصوح به من قبل اغلب مصنعي السيارات في العالم. البنك العربي لتونس ATB يجيكم اليوم بروح جديدة. Avec une nouvelle vision وبطموحات كبيرة. Un nouvel élan pour l'écoute, le dynamisme et le partenariat. هدفنا نرافقوكم باش نواجهوا التحديات مع بعضنا. Suivez notre nouvel élan sur ATB.tn. ولا اتصلوا بأقرب فرع ATB. من الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى غاديو. نلعبوا على فيدانج دوميسيل من اهداء شيري ليكس. الربح مكمل في راف ماغ. اعمل فيدانج وبالك مطمئن مع الخدمة الجديدة شيري ليكس فيدانج دوميسيل. بعد نادية لطفي معنا في التليفون. لطفي النهدي. لطفي صباح النور. صباح الورد. كيف الحال يا لطفي؟ الحمد لله. الصحة بخير، العائلة لاباس؟ والله لاباس يا راف. اش تعمل في الدنيا لطفي؟ مو مرض. الله المستعان صديقي. قاعدين تخدموا توا ولا كيفاش؟
يخدموا انت احنا نخدموا احنا عندنا مرضى الفوق وواحد لاهين بهم. اي شو قلت لي يخدموا انت ايش تعمل معنا انت كون انا ليالي انت ليالي خويا الله المستعان. شو اجواء الليل لوتشو خدمه في الليل؟ صعيب الليل خويا نفقدوا مرضتنا وجونا باهي وكذا. تخدم في مساحه خاصه انت؟ لا لا مساحه عموميه. في مساحه عموميه فما حوادث تصير ساعات يجيكم كل شاهد عيان على حادثة نتاع عرك وغيره سيرتو وين احنا؟ على وين انت قول لي لطفي؟ النورو. في النورو باهي الله المستعان يا صديقي وربي يبقى عليكم الستر ان شاء الله. وما تنساش انكم في مهمه نبيله تخلصوا كيما الناس الكل اللي تخدم يمكن حقكم ماكمش ماخذينه وتستحقوا اكثر ولكن فما برشا زاد خير تعملوا فيه في وسط الخدمه نتاعكم. دونك تحيه لكم لطفي ولكل الاطار الطبي وشبه الطبي. يلا نلعبوا على تحيه ليك انت زاد والجماعه الكل واللمبراتور نتاعهم باندي الجبل عليك انت يا بنين. يا لطفي يا بنين. يا باه شيخ هذا اللي شيخ يا باهي. يلا لطفي نلعبوا على فيدونج دوميسيل من هدا شيريليكس. سؤال يقول شنو الرقم اللي تنجم اللي تكلم عليه باش تنجم تريزيرفي الخدمه الجديده نتاع شيريليكس؟ شنو الرقم اللي تكلم عليه باش تريزيرفي الخدمه الجديده نتاع شيريليكس؟ 36 133 ألف باش نكلموك بعد شويه تعطينا الادريس وتعطينا معلومات على سيارتك ويجي شكون يعمل لك تعقيم وتشيك للكهرباء ويعمل لك زاده الفيدونج دوميسيل. لطفي نهدي مبروك عليك. مبروك عليك فيدونج دوميسيل من اهداء شيريليكس. خدمه اليوم متوفره في تونس الكبرى وقريبا تلقاوها في كامل تراب الجمهوريه. سلموا عليك لطفي كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا والله نحب نسلم عليكم انتم وعلى الجروب وعلى اللي هز عليا التليفون وعلى امي وبابا والناس كل ربي يفضل لكم امك وبوك والناس اللي تحبهم الكل. لطفي نهدي مبروك عليك فيدونج دوميسيل من اهداء شيريليكس. نوفو مع شيريليكس فيدونج دوميسيل تنجم من اليوم تريزيرفي الفيدونج نتاعك على 36 133 ألف. مازلنا مكملين معاكم في الرفماك. بعد شويه نلعبوا على 150 دينار من اهدى توما دو كارتاج. بعد شويه مهدوش أم أسمى 50 دينار ديديكاس على المباشر وميمة ذي التعريفة نتاعها. ادخلوا كونتاكتيوها على الانستغرام. عيد ميلاد سعيد. ميرسيد شلت ديما فرحانين الناس الكل. اخبار الطقس وبعدها على اخبار مع سالم هلال. نرجع لكم في البطاقات اخر 30 دقيقه ما تبعدوش. اي اف ام ميتيو. نهاركم زين ومرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا توا على اي اف ام. احلى غدو اليوم الاربعاء 9 ديسمبر 2020. وهذه احوال الطقس اليوم نهير بير. درجات الحراره تسجل انخفاض وتتراوح بين 11 و17 درجه وتكون في حدود 7 درجات بالمرتفعات. الريح قويه قرب السواحل وفي العشيه نتوقع اللي فما امطار متفرقه في ولايه الشمال والوسط الغربي. اما المطر باش تكون بكميه هامه ويمكن معها تبروري في كل من بنزرت نفزه وتبرقه. في تونس وضع وحيها الحراره توا 12 درجه الاجواء مسحبه والريح قويه وتوصل 49 كيلومتر في الساعة فيها بيت. في العشية الحرارة تولي 13 درجة المطر باش تصب والريح باقي قوية. نسكم للوسط ونحيي القرى والكل. الحرارة توا 12 درجة سميم سحبة والريح ضعيفة 5 كيلومتر في الساعة. في العشية الحرارة تولي 18 درجة والريح ما تفوتش 10 كيلومتر في الساعة مع شوية سحب عابرة. في الأخر نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. أنا نرجع لكم الساعة الجاية بميتيو جديدة وأنتم ما زلتم كاملين مع رفيق بوشنيق والإيكيب الكل في الرف ماجا. مقبلا نخليكم على الأخبار. يا فهم توا 9 دقيقة في تونس 9 دقيقة في باريس. أخبار 4-9 ديسمبر مع سالم هلال. مرحبا. مرحبا. الكشف على مخبر عشوائي مخصص لإجراء تحاليل كورونا في بنجردين وإيقاف زوز أشخاص واحد منهم ممرض. وأكثر تفاصيل يقدمها لنا عرفات مبسوط الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدنين. يتولى أخذ عينات من أشخاص معناها من الجهة قصد معناها التنقل بها هذيك الاستظهار بها في معبر سجدير. بلغت معلومة للضابط العادية بالجهة أن ثم شخص يتلقى في العينات هذه في مستودع غير معد للغرض. صح
هو ممرض بتلقى الضربة العادية على عين المكان. اتضح لي ان المكان غير مجهز للغرض. اتضح ان الشخص هذا ياخذ العينات من الاشخاص ويقبض عليهم بعد مليم. في الاثناء يطول الشخص هذا معناها تمرير العينة هذه اذا الشخص اخر قصد عرضها على الاختبار وتسليم الاشخاص معناها الاختبار قدره بقيمة 160 دينار. تم الاحتفاظ بشخصين على ذمة البحث والابحاث مسيرة متواصلة الى حين امكانية التعرف على اشخاص اخرين. تنتهي غدوة الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية 2021، واليوم تجتمع اللجنة التوافقات للحسم في الفصول الخلافية. وأكثر تفاصيل مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيكي. تنطلق لجنة التوافقات الساعة 9 صباحا، والجلسة العامة ستنعقد في حدود الساعة 1 بعد الزوال. سنعمل دون توقف وإن شاء الله ننهي أعمالنا ونحترم آجالنا الدستورية. بقية أخبارنا في عناوين. يوم غضب اليوم في جندوبة وإضراب عام بعد غدوة للمطالبة بتفعيل قرارات مجالس وزارية سابقة بخصوص الجهة وبإقالة عدد من المسؤولين. اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بصدد التدقيق في مشروع بروتوكول صحي القطاع المعارض لاستئناف نشاطه. الإمارات تعلن رسميا على تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا وتأكد أنه أظهر فعالية بنسبة 86%. تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف أنه أكثر من 80 مليون لاجئ نازح في العالم في مستوى مش مسبوق بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا. موعدنا يتجدد في أخبار العشرة، وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على إيفم تي في على يوتيوب. إيفم اليوم، إيفم اليوم 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها. 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم 9:30 جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها. 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش.
ما لي ساعة ونص أنت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58-550-707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3-4-3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي. استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي مع طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31-380,000. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القرية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا لي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. جود غرياني ندرة سوكيوت وزغيد يركح ويشوت رفماق عليو في السوق. علي الرفماق يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة وفي المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة. علي الراف معك علي الراف معك علي الراف معك علي الراف معك. مرحبا رجعنا لكم في النص على خير من حلقتنا لليوم واصيل معكم حتى للتسعة ونص. بعد شوية نحاولوا نقرأوا شوية لبطاقات ولكن قبل هذا مكملين معكم بالربح. نلعبوا على 150 دينار كاش من اهداء توماد دو كارتاج. صحيح البنيديات اما التصنيف يقعد سر وحكارات وحرة البارح واليوم بتوماد كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنة. توماد دو كارتاج الماكلة يديات والبنة حكارات. مروة العويلي معنا في التليفون من بن عروس. مروة صباح النور. صباح الورد. اشني حوالك يا مروة؟ والله الحمد لله لاباس. لاباس عليك صحة بخير؟ الحمد لله لاباس. انت والله الحمد لله في نعمة. اش تعمل في الدنيا مروة؟ سلم على الحاج برشا نخدم. سلم على الحاج برشا يا مروة يا شعبية يا ولدي شعبية الحاج حد ما ينجمها. ربي يفضلك يا مروة. بركة يا حاج. عايش بنتي. هذا يتكلم دقيقة في الجمعة والله ما فهمتش الشعبية يا حاج ما شاء الله. مروة اش تعمل في الدنيا؟ نخدم في معمل. الله المستعان يا مروة ماشية الخدمة؟ طبعا الحمد لله. ما عملتها شنو الساعة؟ تاع بلاستيك. ما عملتها بلاستيك. يا ربي يجيب لكم الرزق وربي يحلها في وجهك يا مروة. يلا نلعب على 150 دينار كاش. سؤال يقول شنو الشعار توماد دو كارتاج؟ شنو السلوغون تاع توماد دو كارتاج؟ مروة عندك 10 ثواني للتفكير يا مروة. وين الكرونومتر؟ ما هو شعار توماد دو كارتاج؟ السلوغان تاع توماد دو كارتاج قبيله قريته وقت اللي اعلنت على القيمه نتاع الجائزه اليوميه اللي هي 150 دينار. باش نسهل لك شويه. الماكله ايديات وال بقي اعطيني البقي. الماكله ايديات الماكله ايديات وال بنت البنه شبيها البنه. هو المخرج يقول لك ركز اعمل دقيقه صمت واسمع المخرج شنو باش يقول لك. قل له خليل خلينا نعاودوا نلعبوا خليل يربح. البنه احترات. عاودها الكل تو. البنه احترات. لا لا الكل من اللي قالها رفيق. الماكله ايديات والبنه احترات. ومن بعدها مبروك عليك 150 مبروك عليك 150 دينار كاش من اهداء توماد دو كارتاج. نسلموا عليك برشا. نهارك زين نهارك فل. مروه العويني من بن عروس ربحت معنا 150 دينار من اهداء توماد دو كارتاج. صحيح البنيديات اما التصنيف يقعد سر وحكارات وحره البارح واليوم بتوماد كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنه. توماد دو كارتاج الماكله ايديات والبنه حكارات. البطاقات بالوانها تتويت الكارتون دو جور. كارتون دو جور. سونيا الدهماني الخبر والفاجعة وحاجة توجع برشا باش نحكيو عليها التفاصيل.
فجعة أخرى مع الأسف، كل يوم كارثة تصير في البلاد وكأنهم ولو حاجات عاديين، وكأن استنسنا بالكوارث ما فما حاجات توجع برشا برشا برشا. نحب اليوم نحكي على ريم زبير، البنية اللي عمرها 15 سنة طلعت البارح في الترينو مع 6 متاع العشية. 6 متاع العشية نعرفوا كوروفو والناس تبدأ تجري باش تروح، الترينو يبدأ معبي بصفة عامة، وصارت الكارثة. طاحت ريم من الترينو وجبدها الهواء، وبالطبيعة وقع نقلها للسبيتار وين مع الأسف ما نجموش يمنعوا ساقيها زوز، وقع بتر ساقيها زوز. مش باش نقول، باش نقول كارثة، باش نقول مصيبة، باش نقول حياتها توقفت، باش نقول شنو باش يكون مصيرها، شنو باش يكون مستقبلها، شنو يحسوا والديها عليها، كيفاش باش تكون نفسيتها وقت اللي باش تفيق، ووقت اللي باش تكتشف اللي ساقيها زوز تقصوا. السؤال إلى متى؟ السؤال علاش في البلاد هذية الترينوات البيبان محلولين، الترينو يمشي والبيبان محلولين؟ في بلدان العالم نسافروا نعرفوا تطلع في الترينو ما يمشي الترينو لما البيبان تتسكر، ما شفت في حتى بلاد، ربما ما نعرفش في الهند ولا ما نعرفش وين، أما انتوكا في بلدان تحترم روحها ما يمشيش الترينو قبل ما يتسكروا البيبان. مش أول حادثة هذه، مش أول حادثة تصير ومسافرين يتيحوا من الترينو وإلا تصير لهم، يصير لهم حادث على خاطر البيبان محلولين. إلى متى، إلى متى شركة السكك الحديدية باش تسكت على الوضع هذا؟ إلى متى باش نشوفوا ناس اللي يموت واللي يتقصلوا عضو واللي تتحطم أحياته واللي يتحطم مستقبله من أجل هذا الاستهتار واللعب بحياة الناس؟ شنو اللي باش نعملوا لها ريم؟ باش نعوضوها؟ شنو اللي نجم يعوض اللي فقدته ريم زهير البارح؟ شنو التعويض؟ شنية القيمة المالية اللي تنجم تعطيها لها باش تنسيها في ساقيها الزوز اللي باش تفيق وتلقاهم مش موجودين؟ على كل حال ربي يشفيها. فما نداء على خاطر محتاجة للدم، محتاجة لبرشة دم، اللي يحب يتبرع بالدم أو بالمال فما نوامر تليفون 21 570 920، 21 088، 21 80 88 23، للي حب يتبرع بالدم على خاطر محتاجة. وإن شاء الله هذه آخر الأحزان على خاطر البلاد اللي تيح فيها طبيب من الأسانسور، واللي يتبرعوا فيها صغيرات في البلوعات، واللي تيح بنية من ترينو يتقصوا ساقيها، الحقيقة الحقيقة ما عادش تنطاق. والله نداء لأي واحد لبس عليه، أي واحد من رجال الأعمال ولا حتى بنكة ولا حتى شركة، طفلة ذي تبنيها بالوقت يركب لها دو بروتيز، خلي تستعيد 10% على الأقل أمل في الحياة. تساقين تقصوا قدر ربي توجع برشا، ولكن محلاها الطفلة وتلعب باسكيت وهكا وجهها كله انرجي وكله كذا، حاجة توجع حاجة تشوي، كل واحد يشوف فيها أخته ولا بنته، لأنه نتيجة الأهمال والفوضى والعباد اللي تح. وزير النقل اللي شادد ششمه اليوم، وزير النقل يا مراد بربي اليوم سيد معاذ شقشوق بقوس الحكومات المتعاقبة، الإنسان اللي عمل واحد على الفيسبوك لأنه بقوس بربي كشديت الوزارة، هذا ماهوش من الأولويات. ما تعرفش عدد الحوادث كل عام في الترينوات واللي سقية تتقص، لو فينومين هذا باش يتصلح يلزموا فلوس، تعليمات ردع ترد كل شوفور يمشي، هما فما دي كلوشار يركب وراه ويبداو يحبوا يراسكيو ويبداو حالين البيبان وبندية مسايبين، وعلاش الطفلة ذي المسكينة تمشي ضحية الكلوشارات اللي حالين الباب ولا شوفور غير مسؤول ديماري والباب محلول؟ ما يمشيش الترينو، خلي غادي تصير انتفاضة. ممكن انت تسلط ضغط على الركاب مانيش متحرك الا ما يتسكر الباب، طب الناس تقعد 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 ومن بعد تيجي على 3-4 الكلوشارات اللي متوقفين وحالين الباب تو يتسكر الباب. وظيفتك انت تلقى، ما انا مانيش نحكي على اصلاحات، ما قلنا لكم مش بدلوا الاسطول، اقعدوا بالترينوات هذوما عكزوا، ولكن ما يمشي الا من الباب يتسكر. كل واحد يعمل بروجيكسيون ويعيش اللحظه، تكون عندك بنتك تربي وتقري وتستنى فيها باش تولي عروسه وفجاه تكون الكارثه، علاش؟ على خاطرنا مع مسؤولين ما نجموش يسكروا باب نتاع ترينو. تحبوا العباد ما تنتفضش، تحبوا العباد سامحوني في الكلمه ما طيح لكمش قدركم في الدنيا وفي اللونتين وفي كذا، تلعبوا برواح الناس، لا نجمتوا تسكروا مسكوكه، لا نجمتوا تسكروا باب، ولا نجمتوا سامحوني تسكروا فمكم.
سندريلا. انا بنت البونليو سود وبنت الترا وعييت وانا ناخذ في الترانيت. تربيت على مقوله ديما تتقال الترا ما يظلمش. غلط، الترا يظلم. انا نتفكر وقت اللي كنت ناخذ في الترا ساعه فما كانت حاجه بيا جامي كان الترا يتحرك. وقت اللي جابوا الترانيت جدد مستحيل الترا يتحرك والباب ما هوش مسكر كيما قلت انت. بدا يقول مانيش متحرك مانيش متحرك لما يتسكر الباب. البنك يتسكر وقتها يتحرك الباب. اليوم تلقى دي باريير في رادس مثلا، لي باريير ما لا تفهمهم طالعين هابطين ما تفهمش فما ترام تعدي ترام مش متعدي. هذه حاجه كي عملوا لي كي جدد وعملوا الدروج باش نقول لك قداش عالي باش نقول لك عالي عالي غادي من عالي. اللي راه راجل كبير والا امراه كبيره مستحيل يطلع في الدروج هذيك يتعدى. دونك وين يقولوا ترام ما يظلمش؟ الترام يظلم. اليوم كي تلقى شوفير عنده كاميرا ما راش ما شافش الطفلة هذيك راهي ما طلعتش ما تتحركش راهو الباب ما تسكرش. اليوم لازم الشوفير يتحاسب ولازم شركة السكك الحديدية أول حاجة لازم تعملها لي باريغ على خاطر قاعدين يعملوا في كوارث يا رفيق. راهو واحد يبدأ يتعدى يسمي بسم الله وما نصبروش احنا راهو ما نستنيوش البارير حتى يطلع طول تتعدى معناه لين تصير كارثة أخرى زيادة في الكرهب كرهبة يضربها ترامب باش اليوم يتحركوا. أنا ديما مشكلتي مع الإصلاحات اللي تنجم تصير ما تكلفش فلوس لأنه بلاد غارقة في الديون ولكن فما حاجة زيما نظام، فما حاجة زيما امبليكاسيون، فما حاجة زيما إرادة. ليه نوي ما عادش تحرك حتى ترى احنا ديما روتار يا اخي. احنا عندنا اسطول نتاع نقل وكيران وترينوات تجي في الوقت ومواطن يخلط. احنا روتار روتار ما يتحرك حتى ترى الا ما يتسكر الباب. الشوفور اللي يهز يحطولوش سكينه في رقبته تقدم بالتراء تطرد من خدمتك. الشوفور اللي يخلي الباب محلول ويديماري يطرد من خدمته. ومن المسؤول على هذا؟ ما نعرفش انا كونترولور مراقب مانيش ملم انا بحيثيات الامور وكيفاش تمشي الامور في الشركه ولكن ما هوش عادي. علاش هالطفله مسكينه تتقصف؟ علاش بوها وما يتقهروا؟ والله العظيم قهرني الخبر، قهرني كي نشوف وجهها يغيب مسكينه حياتها تحطمت وغدوه تتنسى وباش نرجعوا نحكيوا رادار وش عنا ونضحكوا والمجلس ومخلوف وعبير موسي وانتهى وحياتها هي اللي تحطمت. بربي نداء الواحد من الناس اللي عندها الفلوس الشركه تبرعوا بالاوبوزيتيف هذاك مش مشكل باذن الله تنقوا لها الدم والناس تمشي تتبرع ولكن واحد يتكفل بها يركب لها دو بروتيز خلي الطفله ترجع تعيش شويه تمشي على ساقيها. شو مستقبلها غدوه باش تقعد بالساقين مقصوصه عائلة زوالية قاعدة في كرسي. سامحوني طولت عليكم ولكن ساعات فما اخبار تلتقي والدراد استوى قال لي أميمة راك انت بنت البونليو لو ما عادش فما باغيغ من اصل وانا خليتهم فما دي باغيغ. اليوم هاو يقول لي محمد امين بكيري يقول لي ما فماش باغيغ من اصل يعني تعدى بالقرعة فما تران ولا ما فماش تران. بربي يا راف في المحطات يتفاعلوا معايا يقول لك راهو بربي تحكي على شوف راه ساعات يسوق ويبدا كونيكتي وسي فري شفناهم يبدا كونيكتي والتليفون في يده وفي كار وفي شوف يا راف احنا ديما نلموا على الشوفر راهو في كل محطه فما شاف نتاع محطه راهو ترينو خشاف دوكار معروف كنا يا ما يمشي يا سيدي يقول الباب مكسر والدنيا مهلوكه والشوفير قاعد مشمتي مع مرته ولا مع يقول له ليسل فيها فما ما يمشي ترينو لا ما شاف دوكار يضربك الزفاره يسفر. راهو فما حالات يا راف انا راني محطه حيط داري محطه ها نقولها محطه كرطاج بيرس والله اللي راه يوميا يا سونيا يوميا تقول لا اله الا الله محمد رسول الله كيفاش ما يموتوش يوميا ثلاث اربع راهم يبداو فوق الترينو يبداو فوق الترينو يتعاركوا والترينو يمشي راهو اللي يعملوه شيء عجوبه شويه من الحنه شويه من مرتبط لدين. البنيه ذي جات مسكينه في العراضه بنيه صغيره الله غالب راهم دزوها يحتمل. اما يا خويا الترينو ما يتحرك من بقعته لما شاف دوكار يزفر. عاود اعطيني الرقم سونيا ثم شكون يتفاعل معنا يقول انا بوزيتيف سامحوني وين نمشي نعطي الدم اعطيني 21 570 920 21 570 920 21 80 88 23 باهي. يقولوا لي شيء زي مثلا موجود في 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 لندن يقول لك شكون واقف ما يتحرك الترانا ما يهز الراجل الزفر شيف دو كار معروف شيف دو كار خدمه يزفر ويهز البلاكه نتاع سي بون اوكي تنجم الديماري. هذا ما نجموش نعملوه يا اخي شنو نجم خدم العباد خدم العباد ها وخدم نتاع البسنه ما كان يتخدم فيه في البسنه شنو يحطوا الترانا هو تحب نحلوا كان فاركو الرومانا رفيق تو نفهموا علاش هو صار التدافع على خاطره او نتكلم تحت مظله ميمة بنت البونليو سود على خاطر عدد الترينوات قليل على خاطر في اوقات الذروه في عوض يبدا ترينو كل ثلاثة دقائق ولا كل أربعة دقائق ولينا لعده اسباب يا طول وشرحها
معاك لا لا معاك ما هبطوا مره عطاو تريحه للشوفير كي ترينو ان با دي ماري كي الشوفير قال لك ما دي ماريش عمل فوضى كامله وهبطوا يعني هو كان تحب نحكيه مره رفيق تو نحضروا لها تو نجيب لك شويه ملفات انا اكتشفت حاجات وقت صارتك الاشكاليه نتاع الاضراب في 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 حمام لمف والوترينوي تو نحكيو فيه اما المنظومه الكل انا حاب يخرج وزير مره يقول فما سو فينومين هذا انا جاي باش نحاربه وزير هذاك برك انا ما عادش يتيح حتى واحد في التراو باش نصلح لكم شيء وما عندي فلوس باش نجي لا ترانات لا كيران لا شيء وما عنديش ليفيكتيف باش نحط لكم تران كل خمسه دقائق انا ما عادش يتيح حتى واحد في التراو وما عادش باذن الله تتقص حتى ساق ما عادش ثم حتى بارير باش تهبط بالغالط وتجي كهرباء وتعمل اكسيدون يوقف هالفيلومين والشكر لوزير النقل هكا ديزوبجيكتيف حاجات سهلين واضحين انا ذي نقولوها لعوام العشر سنين الاخيره اللي يشدوا مسؤوليات وزاريه ولا حتى اقل من وزاريه يا ولدي لحاشتنا لابس لح المنظومه والتوازنات الكبرى خذ حاجه واحده في الدومين نتاعك يزي تحب نمشي معاك الابعد خذ منطقه واحده تحبش يا سيدي وتو احنا التوانسه الكل خذ مثلا اليوم قول انا ترينويت البونليو سود باش نخدم كان على هذاك مانيش باش نصلح حتى بلاصه اخرى من الجمهوريه ونعمل منها مثال يحتذى به ويز ربي يصبر عائلتها الطفله ونيديه نعاودوا بربي شكون عنده الامكانيات يركب للطفله هذيا دو بروتيز باش نحاولوا نتبناو فكره نتاع الطفله هذيا ونرجعوا نحكيوا عليها ونحاولوا حتى نتصلوا بعائلتها ونشوفوا وما نسيبوها كانوا مو عندها دو بروتيز ربي ان شاء الله يهبط عليها صبروا هبط عليها صبروا كما هبط هبط القدر يمشي لها خاطر بقليه زاد صار له حادث و وتم بالترسيخ اليوم هو شامبيون ينجم حتى يمشي له مورالمون بسيشيكمون ينجم يعطيها شويه امل نعود بعد الفصل كسبتك الذكرت اللي عندك عزيزك تسهل عليه تعبت تعبت يا بابا عزيزي الدنيا غليت وما عادش خالد جيل توا مشكلتكم ما تعيشوا كان في الحاضر وعمركم ما تخموا في المستقبل كيفاه بابا عزيزي الادخار وما ادراك من الادخار هكاك تعيش مرتاح واللي تخبيه اليوم غدوه تلقاه اي كيفاش نعمل هاوكا البنك عامله برنامج ادخار هايل انا بنك بابا عزيزي الاس تي بي وهي فما غيرها مع اس تي بي اللي تخبيه اليوم غدوه تلقاه في ام جي من 7 ل 9 ديسمبر ماشينه لافي 8 كيلو توب كوندور سيلفر 779 دينار ومعها بون داشا 200 دينار وتنجم تخلص بالفاسيليتي حتى على 36 شهر ولوفر هذه متوفره زيادة في بتر ام جي عز حاجه عندك كل يوم جبن غابي قيصر جديد هو جبن قيصر الأصلي بجودة وخبرة سنين كيما عرفتوه وحبيتوه غابي قيصر ان ميكس 100% ايمونتالي غودا من المر رابينيهم باش يعطيونا بنة لو فري فروماج غابي قيصر يذوب في كل بلا في لازانيا ولا طاجين ولا فوق مقرونة غابي قيصر بالرسمي جبن اكتشفوا زيدا جديد القيصر فخوماج ايمونتالون كوب بنين ومقصوص حاضر بيش قيصر بنة تعيش معنا حير اشتاكل في البيرو ولا في الدار الابليكاسيون موبيل ياسير اكسبريس توصل لك اللي تحب وتشتي وين ما انتي بسامبل كليك في تونس سوسة مستير ولا صفاقس ما عليك انت تختار الغيستوران بعد ما تريشارجي الابليكاسيون ونحنا نوصلوا لك الماكله اللي ديك من 11 متاع الصباح لل 11 متاع الليل وما تنساش مع ياسير اكسبريس عندنا ديزوفر اكسكلوزيف اكسبسيونيل جمعة كاملة 7 سور 7 اليوم وكل نهار اربعة تمتع 40% من عند اوبو و 30% من عند تاكوس شنب على كل كوموند على الابليكاسيون باش تستنى تيليشارجي ياسير اكسبريس وشيخ بليزوف بنات اللي نحبوها حتى في الشتاء نسخنوها وكريم دي سرديشيا نتبنوها غسيت سهلة وبنينة تاخذوا دانيت شوكولا نوازيت ولا فاني صبوها في كسرونة وعلى نار هادية تحركوها وفي ظرف 3 دقائق تستمتعوا ببنة دانيت سخونة دانيت بنة الشوكولاتة سخونة ومنفعة 70% حليب دانيت تدفي اللمة تخبوتي ماج مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو علي الراف ماج 9:26 دقيقة نرجو نلعبوا على نلعبوا على بون داشا قيمته 200 دينار من اهداء دارتي اشري وتهنى عند دارتي اقوى اسباس دو فونت نتاع غرو اي بوتي الكتروميناجي ملتي ميديا و تيليفوني في تونس زيد نحطو لك على ذمتك ان غران شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط دارتي تهنى معنا في التليفون صديقنا سامي غرسلة سامي صباح النور صباح الخير يا راس اشنو يا حويلك يا سامي
والله الحمد لله نستك بالجماعة و... ربي خليك ومحلاكم يا راخ. ربي فضلك. شو تعمل في الدنيا يا سامي اللي نتكلم فينا؟ نتكلم فيك من حي الزهور واكس ميليتير توا بطل. اكس ميليتير توا بطل؟ اه مش متقاعد. كيفاش؟ مش متقاعد بطل، خرجت من الميليتير معناها. خرجت فوالا استقلت. علاش انت خرجت ولا ما عادش كنت نجم؟ لا انا خرجت. انت ما نجمتش تكمل، قداش عندك توجع على خدمة؟ عندي 10 سنين. 10 سنوات بطل؟ لا لا 10 سنين من خدمة في العسكر، ما زلت خرجت معناها، ما زلت نقد في ورقي باش نخرج. اه اوكي، دونك عندك 10 سنين في العسكر واليوم باش تخرج وتلوج على خدمة أخرى. ربي يحل البيبان صديقنا سامي. عايشك. نلعبوا على بوندا شا قيمته 200 دينار والسؤال ساهل برشا. اللي هو شنو اللون نتاع لوجو دارتي؟ أحمر وكحل وإلا أخضر وأزرق؟ أحمر وكحل. أحمر وكحل. وإلا أخضر وأزرق؟ احمر وكحل. كان تربح باش تمشي تشري سامي؟ والله باش نمدهم للمدام كيما اي راجل تونسي فاهم روحه اصيل. مش على حاجه، على خاطر نهار كامل انا الراديو في وذني وهي تقول لي كي الراجل كبير تدور بالراديو، دونك باش نقول لها وربحت حاجه من الراديو خذهم وخذ. يا سيدي فرح لنا المدام ونفرحه كنت. مبروك عليك بوندا شاب قيمه 200 دينار من هدا درتي. مبروك عليك صديقنا سامي غرسلة من حي الزهور، بونداشا قيمة 200 دينار من إهداء دارتي. كان عندك على شكون تحب تسلم ديديكاس؟ يلا استغل وجودك. نسلم عليكم الكل، وبرهان اليوم غايب، نسلم على مرتي وبنتي وبربي طلب صغير. قولي بابا. أراكم أنتم بالرسمي أحسن برنامج في تونس. ربي فضلك. كنت نجم تزيدونا أكثر في الوقت أكاهو. إن شاء الله إن شاء الله. ديو الستة ونص. زيدوا حتى نصير ساعة، والله أنا أدمنتكم الحمد. إن شاء الله ربي فضلك. عايش لي خويا سامي. خليك هكا. دوين راو زياد. زياد تغشش، زياد غش عليك برشا. يلا سلموا عليك سامي. عايشك. سلموا عليك سامي غرسلة من حي الزهور. مبروك عليك بونداشا قيمته 200 دينار من إهداء دارتي. اشري وتهنى عند دارتي أقوى إسباس دو فونت نتاع كرو إي بوتي إلكتروميناجي ملتيميديا إي تيليفوني في تونس. زيد نحطوا لك على ذمتك ان غران شوا اي اون ايكيب كاليفيي ا فوتر سيرفيس. تنصحك باش تشري اللي تحب عليه بالضبط. دارتي تانا. 9:29 دقيقه ما يكفينيش الوقت باش ندخل في حتى بطاقه، خليوها غدوه مراد. مشكله القضاء واللي صاير مع طيب رشت. انت عملت لنا حاجه اهم من اليوفي واهم من رونالدو واهم من ميسي. قلنا ان شاء الله الطفله هذه ماناش باش نخليوها، نحاولوا نتبناوها بطرف تليفونات نعملوهم. اول اتصال قام به ناصر البدوي، اتصل برجل الاعمال نشكروه برشا سيد لطفي عبد الناظر اللي هو متواجد في الخارج في فرنسا. 15000 دينار للبنيه هذيا باش ان شاء الله المولى حق لي دو بروتيز. 15000 دينار من اهداء سي لطفي عبد الناظر. نحب تصفيقه كبيره عليه بربي، تحيه كبيره. هذوما 15000 دينار حطيناهم على جنب، نحاولوا نتصلوا بعائله البنوته هذيا ونقولوا لها ان شاء الله نلموا حق لي دو بروتيز، ويكونوا دو بروتيز باهيين باش ترجع على الاقل تسترجع رغبتها في الحياه. تحيه كبيره لطفي عبد الناظر، مشكور على كل مره نقصدوا فيها يتفاعل معنا، وان شاء الله بقيه الناس اللي تسمع فينا تتفاعل. تنعطيكم بالضبط المبلغ غدوه قداش يلزمها باش تركب دو بروتيز باهيين في عمرها، اون بلوس هي اتليت وتلعب باسكيت. ندلوا عليكم وعلى الناس اللي قلوبها كبيره وتحب تعمل الخير. شكرا لكامل الفريق. ميرسي مراد، وشوفوك الليله ان شاء الله في هذه خيرتها. اش عندكم في التشكيله؟ نحكيو اليوم ونتسائلوا هل ان شعبنا يمر بديبرسيون جينيراليزي، وشنو حكايه التنميه البشريه؟ هل هي الحل؟ وشنو هو سر اخر غنيه حسين العفريت؟ وشكون السياسي؟ بلاش سياسه، هذا اهم السياسه. اه بلاش سياسه اليوم. سمحت انت ومريم ولا كلاشات كالعاده؟ لا مريم امورنا مريقله انا ومريم. 5 5 يلا تحيه لكامل الفريق. سندريلا، ناصر البدوي، برنس مرسو، بن سعيد، زياد المكي، خليل في الاخر، سيرينا في الاعداد. تحيه كبيره القسم الديجيتال. اقعدوا تفرجوا فينا على المباشر عشان يوتيوب اف ام، تفرجوا في وجهها بعد شويه من توا حتى لاخر النهار 24/24 من غير حتى انقطاع. كانت هذه حلقتنا اليوم مره اخرى. شكر كبير ومن القلب على تفاعل رجل الاعمال السيد لطفي عبد الناظر. 15000 دينار للبنوته اللي تقاسوا سقيها، وان شاء الله نكملوا المولى حق لي بروتيز، تكون العمليه سالمه، تبرعوا بالدم، حاجتها بالدم، وان شاء الله ربي قدرنا على فعل الخير. نهاركم زين الناس كل. باي باي، تشاو تشاو.